خلنا نفتحه. صراحة ريحته زي ريحة البابونج، فهل هو هذا أو لا؟ طبعا أنا ما حبيتش أشري يعني كمية كبيرة لأنه خايف يكون مش هو، فاكتبوا لي تحت في التعليقات هل هذا هو الشيح أم الراجل كذب علي وداني بردغوش. ونحط هنا، ونحط هنا كمان، ونحط هان. جبت الشيح يا اخوان، مش عارف هل هذا هو الشيح ولا لا. ريحته زي البابونج. تمام، الاخوه المصريين اللي بيعملوا اللي هو وصفات الشيح وما والى ذلك، هل هذا هو الشيح؟ انا صراحه ما رضيتش اشتري كثير على اساس رح يكون مش الشيح، وحسيته زي البردغوش هيك، مش عارف ريحته زي البابونج بالضبط، ولكن منظره بيختلف، مش عارف صراحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي، رجعنا لكم في فيديو جديد. طبعا يا اخوان كثير 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 منكم قال لي يا ابو ادم جيب الشيح واغليه للطيور، حيخف عندك الانيو كسل وحيطير اللي هو كل الامراض، وحتقلع عن التدخين هو يعني حيبطل اللي هو الطيور يعني تموت. فجبت هيني، ولكن مش عارف هل هو هذا ولا لا. اكتبوا لي تحت في التعليقات هل هو هذا، ريحته زي البابونج، هل هو هذا ولا لا. وخلنا نروح نشوف طيورنا ونعملها اللي هو الشيح. وكنت افكر والله البلاط هذا بعد اللي هو الصنفرة في بيكون زي اشي هيك زي الشيد، فكرته هو اللي بترشوه على الارض وهيك، بس استغربت يعني هذا بنرش على الارض. اكتبوا لي تحت المعلومات عن هذا لانه انا ما عمري اشتريته، اول مره اشتريه. وخلنا نروح نقدمه لطيورنا، وصراحه لسه مش عارف كيف اقدمه، فخلنا نروح نحاول نشوف كيف. وبديش طاولكم زي ما تعودنا، واربط حزام الامان وانزل تحت واشترك في القناه وفعل تنبيه الجرس وفاعل الحزام ليصلك كل جديد، وخلنا نروح وليتس جو. طبعا يا اخوان زي ما شايفين هذا هو اللي كثير 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 نصحني فيه اجيبه للطيور تبعتي، فمش عارف هل هو هذا ولا لا. طبعا اكتبوا لي تحت في التعليقات هل هو هذا او لا يا اخوان. طبعا انا ما حبيتش اشتري يعني كميه كبيره لانه خايف يكون مش هو، فاكتبوا لي تحت في التعليقات هل هذا هو الشيح ام الراجل كذب علي وداني بردغوش. شو بردغوش؟ انا عارف يا جماعه هذا هو الشيح يا اخوان. تمام، طريقة الاستعمال مش عارف صراحة، وقال لي غليه، فخلنا نروح نغليه، ومسافة ما احنا نغليه نروح نلم الشربات ونغسلهم ونعبي لكل شربات الطيور مية، والغلاية اللي بدنا نغليه منها حنصب فيها للطيور، فخلكم معنا نشوف ايش ده يطلع معنا ان شاء الله. تمام يا اخوان، رحت بعدته على البيت على اساس انه تعملنا غلاية الشيح. تمام، حنروح على باب كل الطيور وحناخد كل الشربات تبعتها ونغسلها جامد ونعبي اللي هو الموية ونحط عليها اللي هو الوصفة هذه الشيح. خلنا نبدأ في بيت الدجاج اللي ملهوش أي 60,000 لازمة، له راضي بيض وله راضي كاكي وله راضي بيض، قاعد لي هيك والله مش عارف يعني الخطر أذبحهم يوم الجمعة أعمل لي عليهم هيك مفتول أو كسكسي او ماندي او اي حاجة، مش عارف صراحة. تمام، خلنا ناخد الشرابة، انا حطيت لهم ليمون فيها كنت حطيت لهم ليمون. معنا شرابة اولى، خلنا نحطها على شقة نجمع نشوفها كم شرابة موجودة عندنا في المزرعة. طبعا هان يا اخوان شربت اللي هو الحمام زي ما شايفين، هذه الشربة الثالثة. بسم الله، هاي معانا شربتين. خلنا نشوف كمان ايش في موجود جوا. يقعد يتملى علينا احنا، بسم الله. معانا تبعت البط، شربة البط. بسم الله، زي ما شايفين صاروا ثلاث شربات.
خلنا نشوف كمان. على ما اعتقد في هان كمان شرابة، هذه هي تبعت البطة هذه. صاروا هيك أربعة. طلع كيف البط ايش بسوي فيه، منظر لا يليق فيكم يا أجمل متابعين. طبعا يا إخوان في هان كمان شرابة هيها. بسم الله نو تطلعوا نو. صار هيك خمسة. طيب في كمان شربة البطة هذه. بسم الله نو تطلع نو. وخلنا نشوف البيوت الثانية. هذا هو بسم الله. خلنا نشوف شرابة الدجاج اللامبورغيني. بسم الله بسم الله. طبعا مليينها اللي هو رمل. الرمل هذا بصير لونه اسود لان في فحم. انا حطيت فحم زي ما شايفين املا انه يطلع البيض اسود. مش راضي انه يعني هم كانوا عايشين في اندونيسيا وهيك وبياكلوا صخور بركانية والى ذلك. خلنا نشوف اللي هو طيور الصين. بدناش نحكي اللي هو اشي ثاني لانه في اخوة بقول لا هذا صيني مش كوشين قزم. طيب صيني يا سيدي ها صيني. تمام معانا هان كمية شرابات محترمة. زي ما شايفين هناخدهم في المكان الثاني غاد وهنغسلهم يا اخوان. ف والله مهمة يعني صعبة كلهم مع بعض، مهمة صعبة اما واحدة واحدة بيختلف الامر. فخلنا نغسلهم غاد ونشوف كيف يا اخوان. تمام يا اخوان بعد ما نهد حيلنا. الحمد لله طبعا غسلنا المشربيات وعملنا اللي هو الشيح. خلنا ندير الشيح نشوف كيف بدنا نديره. صراحة لونه غريب. خلنا ندير هان وندير هان. صراحة لون المية صار غريب لونه اصفر. تمام هو هيك لون اصفر يا اخوان ولا مش فاهم مش عارف. تمام خلنا ندير بالباقي ونحط هنا ونحط هنا ونحط هنا كمان ونحط هان ونحط هنا ونحط هنا. مش عارف صراحة هل هيك صحيح ولا لا. اكتبوا لنا تحت في التعليقات هل هيك صحيح ولا لا. زي ما شايفين حطينا اللي هو الشيح وصارت المويه زي لون الكلور. مش عارف صراحة
جاي عبالي اجربه. ريحته حلوه كثير 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 يا اخوان. يا اخوان بعد ما حطينا اللي هو الشيح زي ما شايفين لون المية تغير، صار لونها تقريبا اصفر زي لون اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، زي لون يا اخوان الكلور زي ما شايفين. ريحتها مش عارف، ملهاش ريحة بالمرة، بس وانا بغلي فيها قلبت لي ريحة الدار قلب، زي كني قاعد بعمل هذا اللي شو اسمه عليه الصلاة والسلام، هو هذا يا اخوان البابونج. تمام، حختصر الليلة كلها وحروح اوديهم للبيوت. طبعا يا اخوان والله انهد عدوي في هال الغسلة هذه، صرت انا متعود كل ما اطلع شرابة اغسلها يعني في فترات، اما هيك كله مع بعض زمان ما عملت كله مع بعض. فطرنا اللي هو البط، وهيك اساسا طالع وماكل من الصبح من الارض. خلنا نطلع هذول ونحط لهم طعام في البيت تبعهم، وندخل محلهم دجاج الصيني عشان ما يزعلوش بعض الاخوة، يقول هذا مش مش كوشين قزم، صيني. طيب خلنا وش نجيبهم وندخلهم. يلا فوتن يا صينيات ما جابين الهم والمرض اللي انتو مش من الصين ولا مش من الصين. يلا فوتن يلا خد عزوتك وفوت عزوتك المريضة. يلا فوتن هوب شطرات بسمعن كلام. يلا خلنا نقدم لهم الفطور. بسم الله. صراحة يا اخوان زي ما شايفين هنقدم لهم الفطور ونأمل انهم يبيضن، نأمل. تمام، اللامبرغيني وقف عن وضع البيض خلاص، مش عارف ايش قصته. طبعا اخذنا البيض تبعه كله اكلناه لانه ما كان في عندنا حاجة راقدة. طبعا الرومي فاع الرومي بده يفطر، ما طلعتوش اليوم. حطينا لهم الشيح زي ما انتم شايفين، وغسلنا المشربيات والاكلات، وحنبدا نسكر عليهم وحنروح نطعمي باقي الطيور. طبعا الحمام نازل بيتحمم بالشيح مستجم، ريحته حلوه زي العطر بالنسبه لإله. شايفين لسه هذا ما حطيناهش شيء لبيت الرومي. بسم الله فوتن خلنا نفطرهن. اهدى بس اهدى 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 خد يلا روح يلا. بسم الله طلعن مالهم بالهنا، طلعن في خرق غاد في الدقس الدوح. خلنا نطعمي هذول البطة اللي راكضة على البيض والدجاج اللي ملهوش ألف لازمة. تبدك تاكلي خدي كل يلا كلن مستحية. خلنا يا اخوان نروح على الدجاج هذا. بسم الله طبعا برضه حطينا له شيح. كنت حطيت له ليمون وخلص، فان شاء الله يرجع ثاني يأذن. هو ما فيش فيه شيء ولا عرج ولا اشي، ولكن ساكت هيك، ولا اقول الانثى لا تبيض ولا اشي. طيب خلنا نروح نشوف باقي الطيور. الو هم هذول. مبروك يا عرسان يا جداد، مبروك والله، نسينا نعملكم عرس. والله بدهم عرس يا اخوان، صح؟ بدهم عرس. تمام، خلنا نشوف البطاط هدول الصغار.
تعالين تعالين، انت بدك تفطرين، انا اليوم ما طلعت كوش. بس فوتي فوتي. هيو يلا كلي. كيف هال مش عجبها، لازم تنط في صحن غيرها زي بعض ناس. ما انشنوا لبعض الناس هذه. خلنا نحط له البط هذا بس اصحى ننقله. نجيبهم. بسم الله. فوت نطلع نطلع نطلعين. واليوم زي هيك بقعد اتكاتل معاهن. وين راحن؟ تعالين تعالين. خلنا نجيبهم يا اخوان. خلنا نطعم هذول. هذا الدقل المفترس معيك، وانت المفترسك معيك. يلا كلن. ويلا هالمية كمان طلنا للشيح. على خير ان شاء الله. اي واحدة طلعت، طلعت واحدة. هوب شردت. تعالي بس والله لمصلحتك تعالي. شردت. تمام يا اخوان، حطعمي اللي هو باقي الطيور. ولكن مش هيهدالي بالي لما طلع هذول وادخلهم في البيت. امهم شردت زي الهاملة بتسيبهم. بسم الله بسم الله. اطلعين 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 اطلعين. بقول هالفين طلاق ما يطلعين. هاي واحدة فوتي. وين الباقي؟ طلعوا 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 منا. طلعوا طلعوا. سكتكو. تعالي تعالي بقول لك بقول لك تعالي. يما يما العقيدة يما يما العقيدة. قلوا عني. تعالي تعالي تعالي. كم واحدة ضايلة؟ كل يوم نفس القصة ونفس الرواية. كل يوم بقعد اعمل هيك. اثنين اربعة خمسة. ضايل واحدة ستة. وين هالمالها بالهنا هذا؟ بدك تطلعي بدك تطلعي. اطلعي اطلعي اطلعي. شردت. يما الحقيني يما يما الحقيني يما يما الحقيني يما. سكتك سكتك. يلا قد دور الكفشة الكبيرة هذه. كل يوم نفس القصة بنفس الرواية. والله يلا اللي بده يخس يا اخوان يجيب له حلقة بط ويقعد يجري وراهم. فعالة. تعال يا حجة تعال تعال. وين رايح؟ يلا ينقذك. والله اللي بشوفكم بقول والله معذبكم انا لمصلحتكم. والله تعبت. كي خسيت لي هيك ربع كيلو وانا بجري وراهم. تمام يا اخوان، حقفل معكم الفيديو وحروح اتريح شوي لانه نهد صحتي نهد حيلي وانا بلحق فيهم. طبعا في بعض الملقط يعني بعض اللقطات انا حذفتها وانا بجري وراهم كان يعني مش لطيف خالص. تمام. حطعمي باقي الطيور اللي هي الحماميات وحسكر معاكم لهذا حد من المستوى. تمام. بذكركم في الاشتراك في القناة الثانية يوميات مزارع فلسطين 2 ابو ادم. حتلاقوه اللي هو بتعليق مثبت او في صندوق الوصف، او ادخلوا على القناة الرسمية. ادخلوا على القناة هذه تحت لما يكون في فيديوهات هتلاقوا اللي هو قناتي. صورتي نفس الصورة ولكن بلون ازرق واحمر، ومكتوب انه ابو ادم يوميات مزارع فلسطين 2. اتمنى انتوا يعني تروحوا غاد وتشاركوا اللي هو الفيديوهات وتتفاعلوا معهم بالتعليقات واللايكات. وكمان اللي هو لو حبيت انه انتو تشيروا الفيديوهات اتمنى تشيروها. بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم. بهيك نكون وصلنا لاخر الفيديو. حبايبي بتمنى لكم يوم من غير ابتسامة اكثر من الصلاة على النبي. اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام يا اخوان. Is you feel?